الان العودة عندنا بشرنا ب 100 سكن اجتماعي لبلدية سيدي الاخضر، اكثر من 140 سكن ريفي ستوزع في الايام القليله القادمه. التنميه شملت كل دواوير البلديه. نحن نعتز به ونعتز به بان يكون رئيس الجمهوريه للعهده الثانيه. اكيد سنصوت بنعم للسيد عبد المجيد تبون المترشح الحر. بلديه سيدي الاخضر تكون الاولى في كل البلديات تاع الجزائر لتخرج يوم 7 سبتمبر وتنتخب على مرشحنا الحر اللي هو عبد المجيد تبون. يوم السبت ان شاء الله 7 سبتمبر لنعبر براينا بكل وكل واحد يدير عائله تاعنا حتى تكون بلديه سيدي الاخضر في النسبه المرتفعه في التصويت. وانتم تعلمون حتى لا اقول ما بين السطور ما معنى نسبه مرتفعه للتصويت في ذلك اليوم من البلديه. تم اليوم مساء السبت ببلديه سيدي الاخضر تنظيم تجمع حاشدا لاطياف ابناء سيدي الاخضر من اجل مسانده السيد المترشح الحر عبد المجيد تبون لعهده ثانيه ان شاء الله، حيث بصفتنا كعضو قسمة بلدية سيدي الأخضر ورئيس مجلس الشعبي لبلدية سيدي الأخضر حث المواطنين إلى الذهاب بقوة صباحة يوم 7 سبتمبر من أجل التصويت بقوة وإبداء رأيهم، وكذا التصويت لصالح مرشح حزب جبهة التحرير الوطني أو الذي تسانده حزب جبهة التحرير الوطني بقوة من أجل دعمه حتى يكون يقود عهدة ثانية إن شاء الله بكامل قوة وحنكة سياسية إن شاء الله. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا ببدء نشكر حزب التحرير الوطني وعلى رأسهم رئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة وهران تحت إشراف لجنة الشباب ولجنة المرأة الذين نظموا هذه المبادرة اليوم. نشكرهم على الالتفاف وعلى حضور الشباب والشابات القوي من أجل الجزائر المنتصرة، من أجل الجزائر المزدهرة، من أجل جزائر الرخاء. إذن بهذه المناسبة وفي إطار الحملة الانتخابية ندعو كل الشعب الجزائري يوم 7 سبتمبر للالتحاق بصناديق الاقتراع، الاقتراع للانتخاب بقوة، لانتخاب مرشح يوم الحر، مرشح الشباب، مرشح الجزائر اللي هو السيد عبد المجيد تبون، بأن يكون إن شاء الله الانتخاب عليه بقوة وتكون المشاركة إن شاء الله بقوة بإذن الله. كما نقول لكم ما بقيناش الوقت بزاف، فقطنا هذه 7 ايام نزيدوا نحسوا الناس ان شاء الله من اجل الجزائر ان شاء الله، وباذن الله سوف يكون ان شاء الله عرس كبير. وتحيه للجزائر المجدخلون ان شاء الله ابرار، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما في إطار الحملة الانتخابية مترشحنا الحر السيد عبد المجيد تبون، نحن نواصل في اليوم 17، كلنا ود، كلنا أمل، كلنا قوة. يوم 7 سبتمبر العرس الجزائري القوي بشعبه، باقتصاده، بجيشه، بأسلاك أمنه، بمترشح الحر عبد المجيد تبون. تحياتي الخالصة، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوف دقيقة صمت ترحم على أرواح الشهداء. شكرا. هذه المبادرات والوسطات سار الرئيس قدما لبناء جزائر جديدة فعالة في الساحة الدولية بدبلوماسية كيسة وفطنة قامت على مبدأ الندية لتقول للعالم الآلة الدبلوماسية في شمال إفريقيا قد عادت من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أهلا بالجميع. كما أنا فخور يومي بالوقوف هنا أمامكم، واسمحوا لي أن أشكر جميع الحضور من قيادة الحزب وزملاء رفاقي النضال على حضورهم اليوم.
أخواتي وإخواني، ونحن في شهر أوت المخلد لنضال الشعب الجزائري بشهادته على أمجاد الثورة الجزائرية التي عرفت محطات مهمة في سبيل تحرير الوطن. تحرير الوطن برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتقاطع مع برنامج السيد عبد المجيد تبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي رئيس بلدية بلدية الدار البيضاء بلدية بين زيد وعيدر، أنا منصف بصفتي منصف في المقاطعة الإدارية المترشح الحر عبد المجيد تبون. هذا جزء بسيط مما رأيتم في هذا التجمع اليوم في بلدية الدار البيضاء. كان عندنا لقاءات أخرى مع أحزاب أخرى ومع قسمات حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى المحافظة، يعني كانت هناك لقاءات كبيرة. اليوم ان شاء الله نمدها في ولايه بركه. الرئيس تاعنا هو عبد المجيد تبون. لكن هذه المحطه، محطه الرئاسيات، هي محطه جد صعبه وخاصه في الوضع الراهن. نامل ونرجو من الجزار ان تخرج عن بكره ابيها لدعم ومسانده ومؤازره المترشح الذي أجمعت عليه الجزائر. أقولها وأكررها، أجمعت عليه الأحزاب السياسية. رسالة إلى عمي تبون، نقول إننا جاهزون، إننا جاهزون، إننا منتصرون، إننا منتصرون. في العلاقات الدولية يقال أن المصالح هي التي تتحكم في قرارات الدول، ولكن أنا دائما أقول في المحافل هذه وغيرها أن الجزائر قراراتها خاضعة نعم لمصالحها ومصالح شعبها. ندعو الجميع إلى الحضور بقوة يوم 7 سبتمبر لإنجاح العرس الانتخابي. أنا الأكيد أن شباب الجزائر وبلدية الجزائر كل أراها مع سيد عبد المجيد تبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك، نذكر يعني اتصالات الجزائر على المبادرة الحسنة اللي قامت بها هذه، وهي في توزيع يعني لمودام يعني بسومة رمزية وهي 300 دينار. ويعني أنا كمواطن يعني من السكان ولا ساكنة حي عميروس يعني خلص غير اليوم، يعني راهم كما راكم تشوفون هنايا راهي يعني الخدمات يعني على قدم وساق، ركبوا لي في في في, في الوقت يعني اللي خلص فيه. اليوم حطوا الرحال هنا في حي عميروس، رحبوا بهم، يعني كنا ننتظروا هذا زمان، واليوم الحمد لله جابونا لمودام اتصالات الجزائر يعني مبلغ رمزي يعني 30,000. 30,000 يعني ولا شيء عندك، وزادوا فوق هذا يعني عندك شهر مجانا. والشيء الجميل انهم يقوموا بالعمليه مباشره، يعني بعد ما تخلص يقوموا بالعمليه مباشره التركيب، ومشكورين بارك الله بكم، وتحيه الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس؟ لاباس بخير. 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 خلصنا يعني دروك مقطعنا يعني 10 دقائق حنا تندوك راح نستاليو لك ايه يعني شي مدام او معنا السيرفيس تكنيك تاعنا العمال تاعنا كاع راهم حاضرين تاع تكنيك انا راح نستاليو لك وقدر لنا برك لوندروات البلاصه اللي تعجبك نستاليو لك فيها المودام تاعك. اتصالات الجزائر يعني مشكوره
الله يسلمك، انت تسجل دائما اقرب. احنا نقولوا لك يعني احنا دوكا الشعار تاعنا وشنو؟ ما تستنى، ما تتعب، ما تحوس، ما تجي، ما تروح. اليوم جاو ركبونا الاتنات في حي عميروش ونستفادوا منها، والحمد لله والحمد لله نستفادوا من هذه القرايه ونخرجوا منها معلومات كثيره. واحدة اخرى نقدروا نعوضوها في هذا الشيء، ماناش راح نساعدوا مؤسسات الدولة تاعنا. تتواصل البرامج الانتخابية للمترشحين تعزيزا للقاءات الفاعلة للانتخابات الرئاسية. حزب الحرية والعدالة يواصل برنامجه بولاية مسعد المنتدبة وعلى التأكيد بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة. سعيد جدا بتواجدي في مدينة مسعد، المدينة المذيفة وألها المدينة التاريخية. الهدف من هذه الزيارة هو أننا نبلغ أهمية المشاركة في الفعل الانتخابي، لأن المشاركة في هذه الانتخابات بالذات بنسبة مرتفعة راح نبعث بها رسالة مهمة جدا. ظن بأن المواطني أهل مدينة مسعد واعيين بهذا الشيء. الانتخابات هذه استحقاقات قوية، وأنا أدعو كل الشعب الجزائري أن يلتفت ويروح يوم 7 سبتمبر أجل إعطاء رأيه. أكد ساكنة ومواطنو مسعد خلال اللقاء بالمشاركة بفاعلية، وأن الحضور سيكون قويا بجزائر موحدة يوم 7 من سبتمبر. الحضور الكثيف في الاجتماع اليوم بمناسبة زيارة رئيس حزب الحرية والعدالة مدينة مسعد، ان شاء الله نلاحظوا انه ان شاء الله يكون مشاركه بقوه في الانتخابات الرئاسيه. ومسعد كونه ولايه منتدبه ان شاء الله لنا طامحين تكون ولايه بكامل الصلاحيات، وهذه ان شاء الله تكون بعد نجاح رئيس الجمهوريه في الانتخابات الحاليه ان شاء الله باذن الله. تديها ان شاء الله بلادنا قاعدين الجزائر، بصح نحوسوا على مسعد تطلع تولي ولايه جنوبيه باذن الله تعالى بقوه بقوه بقوه. هي لقاءات متواصلة للتذكير بأهمية المرحلة القادمة، ومن أجل هبة رجل واحد وجزائر أقوى بتطلعات مواطنيها. سعيد اليوم أن أقف أمام إخواني، أمام عائلتي في مدينتي، مدينة الأحرار، مدينة سينا وما أدراك ما سينا. لدي رسالتين، رسالة مرتبطة بالحدث الوطني، الحدث الذي سنصنع به ولأجله نسبا جديدا، ورسالة لأخواتي وإخواني من ابنكم ابن هذه الولاية، كيف سنكون وكيف سنلتزم وسنبقى على عهد سائرون. نحن ماضون بحول الله إلى تحقيق مستقبل مشرق نشترك فيه جميعا، أحب من أحب وكيانك إليه. عبد المجيد تبون بعد مكتب الخزينة العمومية 47 مليار دولار على الأقل، ما تكفيش حتى الاستيراد، 65 مليار دولار في سنوات، سدد الديون وسيدت الالتزامات ورفع التجنيد عن كثير من المشاريع، وسأقولها لكم الآن، وراجع الأجور وأقر الكثير من المنح والعلاوات بما فيها منحة الكرامة، منحة البطالة. فيحق منا أن نناصره قولا وعملا ونعلنها حراكا انتخابيا للحزب. فعليكم بمناصرة الرجل، مثلنا أحسن تمثيل فلسطين حاضرة يوميا، نحسبه على الطريق الصحيح. يجب أن نهتدي ونقتدي بالمسار، لأنه حقق لنا الأرقام، لأنه حافظ على الوحدة الوطنية، لأنه حافظ على سيادة الجزائر، لأنه ترجم تضحيات تاع الأباء والشهداء، لأنه ابن أصلين ابن أصلين ابن أصلين ابن الجزائر البار. هذه الحقيقة، كل هذا بالتواضع، ونأمل خيره.
مباراة تحضيرية تلك التي خاضها وداد تلمسان أمام نظيره اتحاد نظرومة تحسبا للموسمية الجديد، مقابلة المعاينة والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لرحلة استعادة المجد. قوية إداري موفرة النكوشية العام إن شاء الله العام نصر نطلب من الأنصار تاعنا إن شاء الله يتلف واحد حول الفريق إن شاء الله نفرحهم. الأنصار بدورهم حضروا وعبروا عن تفاؤلهم بهكذا تعداد ومؤكدين على وقوفهم إلى جانبي الفريق إلى غاية تحقيق الصعود نحو حاضرة الكبار. رابور العامات اللي فاتوا طبعا فيما يخص أنصار الفريق نتمنى يوقفوا مع هاد ليكيب خصوصا هذا العام. انا الانصار ندير لهم نداء وانا عارف باللي الانصار يجيو الانصار محبين الفريق يبغوا الوط بزاف نتمنى يكونوا في المواعيد وراني نشوف باللي الوط العام عامها نطلعوا ان شاء الله ناسيونال دي نطلعوا باذن الله نطلعوا عندنا فريق نتاع ناسيونال اي. اليوم شفنا في المقابله هذه ما نقولوش التقييم نتاع المقابله هذه شفنا امور مليحه خاصه من الناحيه الدفاعيه لان بدينا في التحضيرات باش نركزوا على الجانب الدفاعي وشفنا امور مليحه بزاف في هذا الجانب. احنا ماذا بينا نديروا حاجه مليحه للجمهور هذا ونحققوا هذا الهدف لكن ما ننساوش بلي الجمهور حتى هو عنده دور باش يعاوننا في هذا الهدف ان شاء الله. المواجهة انتهت بفوز أشبال الأخضاري بهدف لصفر من علامة الجزاء ويحمل اللقاء ملاحظات على مستوى الخطوطية الثلاثة من أجل التدارك والتصحيح قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.